حميد وفين راك انت تمص مصيصه من هذا؟ انا ريوي لله خوتي الحار لما ما تقولوش لي اللي كان كيصورها زهير ما تقولوش لي اللي كان وقلع بنتها عبنتها رجعوا لها البدويه تبتي تبتي وحصني وبركه راكي وليتي مولت نساب حق نسيت نسابك نسيت نسابك صدقو مضامنك مضامنك يا البدويه جروا لك الحصيره من تحت رجليك جروا لك نساب الحصيره من تحت رجليك هزك الماء وضربك الضو اموني مصدقي يعرف يتعاير حسن منك صافي مصدقي يضرب المعاني حسن منك مصدقي يسعى حسن منك هزك الماء وضربك الضو هزوك هزولك المحسنين رجعوا لها البدوي تيعومك الناس تجلسي تقلبي تماك شكون سميتو هذاك الفقمه ماشي الفقمه كلب الماء جلسي تقلبي في لابيسين كي كلب الماء ما بعقلك البدوي رجعوا له رجعوا لها البدوي راكي ولا عندك الحفاد ايوا اخوتي اش غنقول لكم شجره العائله هي هذه العائله اليوتوبيه والكارثه العظمى يا خوتي هو انهم كيقولوا لك الشريفين العلويين انهم علويين ابا عن جد وشرفه وادارسه وما فهمتش انا ما فهمتش انا بعدا ما فهمتش اخوتي مني هادو اباليسه الناس العاديين كي غيكونوا دابا دخلنا عليكم بالله مني هادو ولاو شرفه دابا هادو شرفه ويتزاروا شايل لها الشرفه عاد طيب مجبد في التيك توك ناعس وداير داير اللايف والتحديات يسالي من الجبيده ديال التيك توك يرجع لليوتيوب يتعاطى ها يتعاطى يتعاطى النيت والمشكله دابا ها وبنته مسكينه كيخليها ما مسكيناش ولكن مهم بنت باقا صغيره البنت باقا صغيره كوميم خص يكون والديها وماما اللي العقل هو شوفي فين طيحها وفين وصلها ولا اللي سوا واللي ما يسواش يغسل فيها رجليه ويقول شي كلام اللي تقدر كاع ما كانوش يوصلوا لهذا المواصل ولكن هو باستفزاز ديالو هذاك الطيب اللي هو با اللي خلى بنادم يوصل معاه لهذا المواصل هذا اما كو كان السيد بعقله تيهضر بنادم بنادم كيهضر بنادم كيهضر شريفي كيف ما كيقول علاوي شريفي علاوي ادريسي ابا عن جد يعني كو كان يهضر باللابق ماشي العيب في الأمية نهائيا العيب في الجهل فرق ما بين الجهل والأمية زيد عليها هذيك الشوافة ديال ناموسة اللي دارت اللي كدير لينا الدعم كدعم لينا هذوك المشركين بالله هذوك اخوتي شنو كيديروا هذوك كي دابا هذوك كيتبريبارا دابا هذاك شفت الفيديو عند لبنى شانيل تصدمت في الصراحه انا شفت الفيديو ديال ناموسة لاله ميرا الحمدوشيه وداك الصفر وداك الشيء ولكن هذاك كيسحب لي غير شطاح راه هو السيد باغي يشد الحرفه يلاه كيوجد الدوزان وعاقله مشارك هو والناموسة هو عليه سميتو هي عليها الكليان هادشي اللي بان لي اخوتي هي غتجيب ليه الكليان ويخدموا شركه حيت ما يمكنش دير ليه الدعم هكاك حنا عارفينها ايوا لبنى وجد لك الراطه والجفاف خلاها بكريشه القضيه ما فيها ما يتشاف قضيه حامضه شوفي اختي السيده مع من كطرافك حضي بالك وجمعي شطيطك لا تباشيت هنا اجمعي جمعي لقيتي ما تجمعي وحدي راسك اختي الناس يحضيو راسهم مره وانت حضي راسك عشرة ايوا يا خوتي شنو نقول لكم السحر والشعوذه والاشهار ليه راه من زمان ناموسه كتعترف بام لسانها انها كدير داكشي اخوها اعترف على انها كتضرب الكارطه وكانت باغا تشد هذيك السفلي ديرها فيها تخدم تشد فيها دير فيها المهنه ديالها وهنه هبا هو داكشي اللي رفضوا ليها عليها فين خوات اخوتي واش غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله اللهم ان هذا لا منكر هاد التريكه هادو ما عرفتش واش غيفاريوها لينا في اليوتيوب
ما عرفت اخوتي راك يعيرونا اخوتي والله. دابا تفكينا من المصريين، باقا ما تفكيناش منهم، ها هما المصريين كيسبونا بالسحاله وكيسبونا بهذا الشيء كامل، بام شنطه خرجوا لينا السواعده جيراننا بلا ما نهضروا عليهم. ايوا اخوتي لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفنا شكون اعداء ديالنا، علم الله شكون. اللهم ان هذا منكر، انهم يشوهون لنا لا سمعه المغاربه والمغربيات، وحنا تبارك الله حطنا على الجرح ابره، المغربيات حطهم على الجرح ابره، ولكن هاد الدريك هادو سبحان الله كيشوهونا كيضربونا الطر بالبندير. ما تنخافش ما تنخافش، انا مريضه ومجدوبه ومجدوبه تنقولها دائما، تنخافش من حتى شي واحد، انا مجدوبه من صغري وبا امي عارفيني. سيدي ناموسه كيفاش سمعوك ناموسه؟ سمعوا ناموسه حيت انا ذكرت ناموسه في واحد الروبورتاج ديال الصحافه، قلت لهم كاين السحر ناموسه. دابا هما اعتقدوا ان بحال دابا مثلا انا حيت ذكرت ناموسه قلت لهم انا حماتي كانت سحرت لي، وقالوا كيفاش هذا السحر؟ قلت لهم سحر ناموسه. هما اعتقدوا ان راه حماتي زعما شدت ناموسه، قلت لها سيري ناموسه عند سعاد. لا ماشي هكذاك، هي ملي كتهضر مع الخدام ديالها ومع النفس ديالها مع الخادم ديالها وتتقول واحد العزيمه اللي كيكون عاطيها لها الانسان المرشد ديالها مثلا ولا شي حد اللي كيكون راشدها في ديك التخربيق، ملي كتقول ديك الكلمات اوتوماتيكمون راه ما تيبانش الجن، هو على شكل حشره او ناموسه او هواء كيجي اوتوماتيكمون. انت اللي مسكين عيط السحر ما كيبانلوش داك الشيء، كيجي اوتوماتيكمون كيدخل لك في نيفك ولا في فمك، الا لقى فمك مسدود كيخترق النيف ديالك، لقى فمك هكا كتهضر. المهم هو عنده واحد السرعه فائقه وتدخل لك هكا في الفم ديالك كاع في حلقك وهذا كيمشي لك داك الشيء في الدم ديالك، وباش ما بغى ديك الساحر كتمرض كدوز واش 3 شهور ولا 4 شهور ولا شهر على حسب الخدمه ديالو. كل ما تفكرك وعزل المرض كيبقى مره لا دوز المرض كتجيك حتى كتفشل، ملي كتفشل كطيح. بغى لك لي كواطخ يجيوك لي كواطخ، بغاك سرطان يجيك سرطان، بغاك شعلان يجيك شعلان. هو ديك الساعه بحال نقولوا في ديك تيليكوموند العزيمه ساعه كيصيفط لك وكيشوف النتيجه هو من بعد. باش داويتي هادشي؟ قدرة الله سبحانه. القران الكريم. القران حيت كلشي في القران. قلبك عامر بالايمان. وبا امي عارفيني مريضه في عظامي. الله سبحانه وتعالى اللي كيحكم علينا. راه بنادم كيكون قمار وشفار وسكايري وما خلى ما دار، ومني كيتجه للقبله وكيقول له يا ربي تسمح ليا، راه كيسمح ليه الله سبحانه وتعالى. دابا خوتي الواعره في هذا الشيء كامل، عند بنادم كيخلي هذا الشيء كامل، وحنا دابا شكون اللي خصنا نحاربوا حنايا اصحاب اللي كينشروا لينا الشعوذه وكيديروا ليهم قدام الاصحاب الشعوذه وهالطقوس هذه اللي كياديو بها الناس ياك. اللي ما راكم شفتوا الفيديو اللي قبل مسكين ديال ديك البنيته اللي جبدوها من قبرها؟ وحنا دابا نخليو هذا الشيء كامل دابا حقا خاصنا نحاربوا اسره مشوهه اللي كيديروا الروتينات ديالهم عاديه، الا كانوا كياديو كياديو راسهم كيبينوا لحمهم هما كيهضروا على الحياه ديالهم العاديه، ما كينشروا لينا شعوذه، ما كينشروا لينا الطقوس ديال الشرك بالله نهائيا. هذا الشيء كامل داز، والاعترافات ديالها على لسانها، ما جبنا حتى شي حاجه ما زدنا عليها، وعاد الاعترافات ديال عائلتها وبلا خلي شلو بلا واري الا بغينا نجبدوا الفيديوهات. ولكن لا خوتي، حنا خصنا نشوفوا الدجاجه تهرسات، حيت معمر شي واحد ما طيب دجاجه وتفرتات لي اكل شي تبارك الله. انايا معنا غير شو ميشو وتلقاها تجي تسولها تلقاها تهرست ليها الدجاجه وتخسرت تحرقت ليها الماكله وما نعرف شنو وقع ليها، ولكن هما لا ويلي الدجاجه تفرتات ما عندهاش مع الصماق. ايوا يا خوتي بزز منكم ما ضركم غير بكري شاك ياكل البيستاج واللوز ابو كريشه غيبقى ياكل بيستاج اللوز والاكاجو حتى يخرج من الحبس كاينه ولا ما كايناش؟ ايوا خوتي اش غنقول لكم، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، كما كيقولوا انت ما حدك حاضيني وربي عطيني، ربي غا مازال ليهم في المشاهده، الله يكمل عليهم بخير، الله يكمل عليهم بخير ويزيدهم. اخوتي هما كيديروا الفيديوهات ديالهم عادي دابا، دابا شكون اللي خصو يتحارب دابا شكون؟ ها قولوا لي، ماشي نساب دابا البدوي اللي نايدين يتعاطاو ونايدين يتعايروا؟ اللي عنده شي حق باش ياخذوا في المحكمه، ما يجيش يدير قضيه باش يخدم بها ويشوه السمعه للناس. حنا باش عرفنا ديك السيد شفار خاصك تمشي معاه للمحكمه والقضاء، وديك الساعه مني غينصفك جي ديك الساعه شكي في اليوتيوب. اما دابا راه باقي ما قال لك المتهم بريء حتى
بوتا إدانته ياك اخوتي ولا لا؟ ايوا ولكن لا راه خاص الموضوع باش شرق قطع شرق قطع لايفات صباح المساء بحال اللي مخرج ليهم الطبيب في الصباح وفي الغداء وفي العشاء كلهم ايوا ماشي مشكل اخوتي ماشي مشكل. دابا مشكل ان الله يسخر الجميع، غير المشكل هو ان الصوره ديال المغاربه اللي كتوسخ، هذا هو هذه هي فين بقات. اما كون كانت دابا غير على المعاطي غيبقى يتعاطاو حتى الصباح الصباح، ولكن خصو يتقنن اليوتيوب المغربي واللي بتفرجوا فيه غير المغاربه، البرانيين ما يتفرجوش فيه هذا هو الحل، باش خلي المغاربه ياخذوا راحتهم يتعايروا مع بعضياتهم ويغسلوا وجههم ويخرجوا كان شيئا لم يكن. صافي البراني ما يساقش لينا الخبار وكل شيء يدير لاباس كاين ولا ما كايناش اش نقول لكم؟ دوزوا بخير اخوتي، تهلاو ليا فراسكم وعطله سعيده.